موفدنا إلى ليبرفيل نافع بن عاشور والتفاصيل. بنفس الهدوء الذي ميز معسكر النسور منذ وصولهم إلى ليبرفيل، يواصل المنتخب التونسي تحضيراته بنسق عادي استعدادا لثاني مبارياته ضد النيجر، بعيدا عن الفرحة المفرطة أو الغرور بفوز صعب ضد المغرب لم يكن ليتحقق لولا تألق الحارس أيمن المكلوثي أمام المد الهجومي لأسود الأطلس والدخول الحاسم لرجل المباراة يوسف المساكني خلال الشوط الثاني. والله الحمد لله، ما عايز أقولك الحمد لله، كان ما جاو صحابه معناها واحد ما نجمش يعمل معناها الهدف هذاك. ان شاء الله نكملوا كي بدينا التورنوا حاضرين، وان شاء الله نكملوا حاضرين ان شاء الله. الدفاع الكل واللاعبين الكل كنا حاضرين كما يلزم، كنا مركزين على مقابله المغرب اللي كنا عارفين انها باش تكون مقابله مهمه بالنسبه لنا احنا، كنا عارفين ثلاثه نقاط اللي باش يكونوا اكثر معنويين، ما تنجمش تحسن بها ترشح، لكن مش يكونوا معنويين مش خليونا نحضروا المقابلة الثانية إن شاء الله مرتاحين شوية. فوز النسور بأولى مبارياتهم الإفريقية في بطولة الغابون وغينيا الاستوائية وبقطع النظر عن اسم المنافس من شأنه أن يعزز الثقة لدى الفريق بعدما أظهره اللاعبون من رغبة قوية في المضي بعيدا خلال المونديال الإفريقي. الروح متاع المجموعة كانت ممتازة، والعزيمة متاع اللاعبين والإصرار معناتها على الفوز هي اللي حطت الفرق. وحكينا قبل معناتها، كنت أتذكر قبل ما نجيو لهنا قلت لك اللي كونوا مهم ياسر روح المجموعة والتعايش بين اللاعبين، وخطر في الأوقات الصعبة والأوقات متاع الشدة كيبداش المجموعة منسجمة وما ثماش تعايش إيجابي بينات اللاعبين، معناتها ما نجموش تقع ذاك الإضافة من كل لاعب. بعد فوزه الثمين ضد المغرب، المنتخب التونسي مطالب بطي صفحة المباراة الأولى والتركيز على مواجهة هامة ضد جريح اليوم الأول النيجر. نافع بن عاشور، الجزيرة الرياضية، ليبرفيل. كما أفاد موفد الجزيرة الرياضية إلى ليبرفيل أنه من المحتمل أن يغيب مهاجم المنتخب التونسي صابر خليفة عن ثاني مباراة نسور قرطاج التي ستكون ضد النيجر بعد تعرضه لإصابة في مباراة منتخبه أمام المغرب. وأجرى صابر خليفة